محكمة سرية دلك يا مانتو في ديسني سكيس كلوها يستسيد علي معن الدؤوث كاسي أو لغو إذي إسلامر كان محكمة كوباد قبل كبنادر يسيدو كلا محكمة العفان كا أي لبدو دو كحكومين دلتو غشاك دي مركي لغو هلي إن أقوى حاسكي سألول عبد عسيس الله ونحرسته محكمة سرية يا مانتو في ديسني دون تدقي سيغا كيس كدعوة دلوها يستو سيد علي معن الدهود كاسي أو كحرنا دور كي بلودي يقدم بمقالة مقدشي عاصمة الصومالية سوينا يا كيس كان عندها اللوغو هيا وحنا محكمة سرمانتا يوفر دي سدونتا إن إقادو أما دقي ستو كيس كان أو دولة فدرالك الصومالية دادك الصوماليات بسوين عندها هو هيان قبل كبنادر قارهان محكمة دو حكا سعوت ديار قرو بيقودن بي إن أي باللابطو دقي سيقى دعوة سيد علي معان داود ومحكمة دي سدحات كصوم موقندونو سيد علي معن داود يا محكمة درجة كوباد يا قبل كبنادر وحيكو حكومة دلتو غشا يسقون رعفان وقاتي محكمة دا إيه أما قيبت رعفان كقبل كبنادر يدن سيدوك الله وحيكو حكومة دلتو غشا سيدوك الله وحو رعفان كقاتي حكم كالباد اللي قرر دي ودلك توغشا دا محكمة دا سرق دلك أيان رعفان كيسي لو قد بيه maanta ayaa la rajaynayaa inay bilaabato dhageysiga keeska loo haysto sayid cali macalin daawud waxaana maxkamadda sare si weyn loogu hayaa ama si weyn keeskan waxa uu yahay mid si weyn ay u fiirsanayaan dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn ugu carooday keeskii Allah u naxariisay Luul Cabdi Axiis oo hooyo Soomaaliyeed oo caruur agoon korsanaysay isla markaana la gubay iyadoo uur leh intaasi dibadeedna dabka ay ugu dambeyn u geeriyootay muddo ku dhow 2 bilood ay waxay ku jirtay talaagad ama faranjir waxaana ugu dambeyn ehladooda laga codsaday inay aasaan maadaama Sayid Cali Macan Daud maxkamadda gobolka Banaadir ay ku xukuntay dir toogasho ah maxkamadda sare ayaa sidoo kale waxa la rajaynayaa in ay go'aanka ugu dambeeyso ay ka soo saarto keeska loo haysto Sayid Cali Macan Daud waxaana rajaynayaa in xukunkan markii ama xukun hadii lagu rido iyo hadii kalaba in uu noqdo keeska markii ugu dambeeyso oo raacfaan laga qaato laba heer ayaa Sayid Cali Macan Daud waxa ku xukumay dil toogasho ee maxkamadda gobolka Banaadir darajada koowaad iyo sidoo kale tan raacfaanka iyadoo maxkamadda sare maanta go'aankooda la sugayo marka ay dhageystaan xukunka هذا بس إذا وركت كيسك سيد علي معن داود ومحكمة سر إمانتا إذا جيسني سو أركت هذا قيب توصف على هذا نقره بشار 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 شركة إزجارسين تسمتل وسكر لسي أذيع كافية بلاس كاسو أتكلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هذا بما عمل كشوب نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعة تضبط دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوب هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعة بقولي أفرت دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سدا كلام عمل كشوب لب دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعة لب بقول إيو سديت دقيقة إيو بقول فرين قرالة كشوب شن دولار أو هل سدح يتبان جي بي إيبر أو أي لسعة لح بقوله دقيقة إلا هو بقوله فرين قرالة سيدو كلام عميل كشوبو طبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعة كون إلا هو بقوله دقيقة إيو سدح بقول فرين قرالة كشوبو لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعة لباكون إي أفر بقول أو دقيقة إيو سدح بقول اس ام اس سيدو كلام عميل كشوبو كونتون دولار أو هل بقول يو كونتون جي بي أو أي لسعة لح كون أو دقيقة إيو سدح بقول اس ام اس أذيق كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفر جيس شركة إزجارسين تسومتل أو أتكيلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو